من يومين في دراسة حديثة لقيناها بتتكلم عن فوائد عصير الطماطم. الدراسة دي بتشير إلى أن عصير الطماطم بيقتل بكتيريا خطيرة ممكن تسبب التسمم الغذائي، وهي طبعا السالمونيلا، وكمان بيكافح الالتهابات البكتيرية الموجودة في المعدة. خلونا نعرف أكتر مع حضراتكم فوائد تناول عصير الطماطم من الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية اللي معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا بيك. يعني بداية هسأل حضرتك، يعني شفت الدراسة دي ازاي وايه اهم الفوائد لتناول عصير الطماطم؟ بص، هي اولا الطماطم معروف عنها ان هي بتحفز الخلايا في الامعاء ان هي تفرز البكتيريا النافعة وتقلل من انتاج البكتيريا الضارة. فيعني الدراسة ما يعني 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 دي فايدة معروفة من ضمن فوائد الطماطم او عصير الطماطم، ان هي بتطهر الامعاء او بتحفز انتاج البكتيريا النافعه. لكن بالنسبه لعصير الطماطم او الطماطم بصفه عامه، ففوائدها يعني هات بقى ورقه وقلم كده ونكتب ورا بعض الفوائد كلها. ما حضرتك هكتب وراك دلوقتي اللي احنا هنستفيد بيها كلها. اول حاجه، اكتر يعني يعتبر من ثاني اكبر مأكولات اللي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الليكوبين. الليكوبين دي اللي هي بتخلي لون الطماطم أحمر، ودي موجودة عادة بكمية كبيرة جدا في قشرة الطماطم. جميل. ودي مادة مضادة للأكسدة، ودي مادة مضادة للسرطنة. يعني عشان كده الطماطم مفيدة جدا، أو مفيدة للناس اللي هم للرجالة، لأنها بتقي. لو يعني عملوا دراسة برضو ان 30 يعني وجدوا انها بتقلل نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا بنسبه 30% عند الرجاله، اللي كل واحد لو كل واحد كل يوم طماطمايه واحده في اليوم. الحاجه الثانيه، الطماطم او عصير الطماطم او الطماطم بصفه عامه مكوناتها بتحتمل درجة الحرارة، فممكن نشربها عصير وممكن نشربها ايه مطبوخة، او ممكن نضيف لها زيت عشان امتصاص المعادن بتاعتها او امتصاص المواد الغذائيه اللي موجوده فيها او العناصر اللي موجوده فيها. بالنسبه مثلا لماده زي ماده الليكوبين اللي موجوده فيها دي، لو خدت الطماطم عصير او صلصه او حطيت عليها زيت زيتون هيسهل في امتصاص الليكوبين في الجسم، وبالتالي هتقلل العجز والشيخوخه، وتبقى ماده كويسه جدا مضاده للسرطان جوه جسم الانسان. الطماطم بتحتوي على فيتامين ألف وبيتا كاروتين، وده مفيد جدا للعين ومفيد للبشرة، الاثنين مفيدين للبشرة. الطماطم برضو بتحتوي على بتديك تلت احتياجاتك. لو خدت طماطمية واحدة في اليوم فانت كده خدت تلت احتياجاتك من فيتامين سي، وفيتامين سي معروف بفوائده اللي هو يعني مضاد للالتهابات وبيساعد على امتصاص الحديد والمعادن في الجسم. الحاجه الثالثه، ان البيتا كاروتين وفيتامين الف برضه بيحميك من اشعه الشمس، وبالتالي بيقيك من الاشعه الفوق بنفسجيه اللي في الجسم، وبالتالي بيحافظ على نضاره البشره ونضاره الجلد، وبيحافظ على ان الجلد ايه كويس. كلها فوائد عظيمه يا دكتور. ناخد الطماطم في انهي فورم؟ ناخدها طماطم فريش ولا ناخدها طماطم مطبوخه؟ حضرتك بتقول في فيتامين سي، واحنا عارفين انه بيتكسر بالحراره. ما لو انت عايزه فيتامين سي يبقى هتاخديها طماطم فريش مش عصير. لو عايزه ليكوبين، جسمك يستفيد بالليكوبين اللي موجود في الطماطم، هتطبخيها وتحط لها زيت زيتون عشان الجسم يمتص ماده الليكوبين دي بسهوله جدا، لان دي ماده قابله للذوبان في وسط دهني. تمام. فهنحتاج حسب احتياجك من الطماطم. طيب البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمعادن دي موجوده بكثره في الطماطم، فهي بتحمي العظام. الحاجه الثانيه ان هي بتحسن صحه القلب. حاجه ثالثه ان هي ما بتنفخش الجسم زي ما الناس كانوا بيقولوا او زي ما كانوا بيشعر زمان، ما تاكلش طماطم دي، الطماطم فيها املاح كثيره زياده، وعارفين ان احنا في الدايت كنا ناخد واحده بس وخلاص. لا، انا الدراسات بقى الجديده اللي احدث من الدراسه اللي منشوره حاليا ان الطماطم مفيده جدا في الدايت. ليه؟ لان الطماطميه ال 100 جرام اللي هي الوسط يعني سعراتها الحراريه لا تتعدى 18 سعره حراريه.
نسبة الألياف الناعمة والألياف الخشنة فيها عالية جدا، فبتحسن من حركة الجهاز الهضمي وبتقلل الألياف الناعمة، بتقلل مستوى الكوليسترول في الدم والدهون في الدم، اوكي، والألياف الخشنة بتحسن من حركة الجهاز الهضمي وبتجنب الإمساك. فالطماطم أصبحت غذاء مفيد للناس اللي هم بيعملوا دايت أو للناس اللي هم عندهم سكر من النوع الثاني عشان يقدروا يظبطوا مستوى السكر في الدم. طب دكتور مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك، هل في يعني كميات آمنة من تناول الطماطم؟ يعني الإفراط من تناول الطماطم كتير ليه أضرار وليه مساوئ وممكن يعمل مشاكل، ولا مفيش مشاكل من كثرة تناول الطماطم؟ سؤال مهم جدا. أولا الطماطم بتحتوي على ماء السيتريك أسيد، اوكي، والسيتريك اسيد ده بيحفز افراز العصارة الهضمية في المعدة، بيصلحها بكمية كبيرة، فالاعتدال في تناول الطماطم مش هيعمل لي اي مشكلة، لكن الافراط في تناول الطماطم ممكن يسبب لي ارتجاع، يعني يزود لي حموضة المعدة ويسبب لي ارتجاع في المريء، او المرضى اللي ارتجاع المريء ممكن يسبب لهم بعض المشاكل. بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى او بيكونوا اكزالات، بنقول ان الطماطم فيها املاح الاكزالات بنسبه عاليه شويه، والبوتاسيوم برضه بنسبه عاليه شويه، فمرضى الناس اللي عندهم مرض في الكلى يقللوا لحد ما تناول الطماطم، مش بمنعهم من الطماطم، بقول بيقللوا من الطماطم. وحتى الناس اللي عندها مشاكل ارتجاع المريء او مشاكل في المعده او حموضه في المعده او قرح في المعده، بنقول ان هم يقللوا من تناول الطماطم. لكن مش الناس بقى اللي هم بنقول بقى الناس اللي هم بقى يعني ما تاكلش الطماطم، لا لا لا. كل حاجه الاعتدال فيها كويس، يعني ما فيش بزياده وبغير افراط فيها، اكيد ده هيبقى كويس طبعا على صحتنا. بنشكرك شكرا جزيلا ان حضرتك كده وضحت لنا على الصبح فوائد عصير الطماطم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه العلاجيه.